كابتن شريف، الف مبروك طبعا. رباعيه بينتصر بها النادي الاهلي على فريق اطلع بره من جنوب السودان، ولكن 4 اهداف مطمئنه للنادي الاهلي في ظل اضاعه فرص كثيره جدا في هذه المباراه. ايضا كلام مظبوط، مبروك النادي الاهلي وجماهيره النهارده. البدايه ب4 اهداف يطمئنوا فعلا، انما فريق اطلع بره ساعدنا كتير قوي النهارده. ما عملناش اي مجهود خالص في الملعب، لدرجه ان احنا بقينا طمعانين ان احنا نستكشف وجود شكل هجومي، شكل تاكتكس في الملعب. بقت الحكايه تقدر تقول عليها ان احنا كنا ممكن نكسب 12 15 بكل هجمه ممكن تروح بيها على الجون، بس هي الشكل فردي كله، البناء الهجمات اللي احنا اتكلمنا عنها من حكايه الاطراف هي دي اللي كانت مثمره فعلا. هو ده بقى الطبيعي، اسلوب اللعب بتاع معلول ومحمد هاني هما الاساس، هما فتح الثغرات في اي دفاعات احنا بنلعبها. انما الفريق اللي احنا بنلعبه الحقيقه معرفش هو بقى اللي خدنا ومعاه، حسينا ان الماتش سهل جدا، فالاداء بقى سهل جدا لدرجه ان كان في زهق. وبص الاقي كور في اول هاف تايم بتتلعب طويله بشكل تخيل ان اللي هم بيعرفوش يقفوا ورا، اذا كان باك ليفت ظهره على طول حسين الشحات استغله كويس جدا وقدر يعمل عرضيات منها اهداف ومنها كل الخطوره كلها. رمضان يعني حسيت ان هو النهارده بخيل شويه في اداء مجهود يديله يطمع له اللعيبه، لازم تطمع، اللعيبه لازم تطمع انها تعمل نفسها تاريخ في ماتشات زي دي، جول واثنين وثلاثه. علي مع وليد ازارو النهارده بيجيب جولين، المفروض يجيب 5 6 7 8. ليه انا ما اعرفش ما بيطمعوش اللعيبه يعملوا نفسهم سبق، يعملوا نفسهم. ادينا بنتكلم على مباراه اهلي والزمالك 6-1 لغايه النهارده، اي مباراه بنكسبها 4-5 بنتكلم عليها لغايه النهارده من ازمنه فات. النهارده كان في نادي لازم يتفتح 8 و9 و10 و8 و7 و6، سبق كان يبقى سبق للعيبه والاجهزه الفنيه اللي هي واقفه. انا كمان لما بلاقي ماتش زي ده والاقي مدير فني واقف ما فيش البوشنج بتاع اللعيبه ويتكلم ويسرهم، يعني ممكن وانا واقف مدرب كان فاتح عارف بره على الخط وشايف ان الماتش سهل واللعيبه اللي قدامه سهله يحسني على ان انا ازود 2 و3 اطلع اول هاف تايم كسبان 4-5. مش امال امتى انا هعمل كده؟ انا مش عارف. يعني النهارده بتفرج وعندهم بروفا مع الفرقه دي بعد المباراه اللي جايه بتاعت كاس مصر ان شاء الله، لابد يكون هو ده الفكر المطلوب للفرقه، عشان فعلا زي ما احنا قلنا الناس كلها تعمل حساب النادي الاهلي ما تبقاش حاسه ان هم لعبوا مع الفرقه الصغيره دي بهذا الشكل فقط. خلينا نروح لارض